بدينا فوالا دونك سي قيس نحكي انا وياه في الاوف بحق قاعدين نعمل في كومباريزون ما نحبش نقولها الفرق مسيش سي قيس خلينا نحكيوها صبح عليك قبل نهارك زين اهلا بك واهلا بكامل المشاهدين لاباس لاباس الحمد لله انا سي قيس كي تجيب حذية خبير محاسب نحكيو على الحسابات نحكيو على القروض نحكيو على شراء الشركات على الاستثمارات نفرح برشا وقت اللي نهار من نهارات تونس بلادنا خليني نقول انا توصل حتى شويه كما الدول الاخرى مش لازم ما نقارنوش روحنا بالدول المتقدمه هيت نحكيو على الدول الشقيقه والصديقه اللي نقارنوا روحنا بها علاش احنا ما زلنا مؤخرين برشا 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 علاش احنا ما زلنا لليوم لليوم 17 فيفري ماناش قاعدين نشجعوا في رجال الاعمال ماناش قاعدين نشجعوا على الاستثمار في بلادنا مثال حتى ابسط حاجه ابسط مثال الوتله في تونس يظهر لي عدد الوتلة في تونس ملي انا صغيرة هما بيدهم لا زدت بني وتيل في تونس هكا ولا يظهر لي فماش وتيل تبني صحيح برشا وتلة هي المنظومة كاملة هي خاطر صارت استثمار كبير في التوريزم في ليزاني 80 و 90 وصار بوم نتاع سياحة لكن ما كانتش امور مدروسة اعتمدنا ياسر على السياحة الشاطئية واللي هي ما عادش توكل خبز معناتها في العالم الاجمع وعملنا وتلة كبار ورخام في دي ريسبسيون كبار ياسر فكتمشي انت اقوى الوتلة في كان واللي في الشواطئ المعروفة تلقى الوتيل اصغر من الوتيل تاع تونس لكن يدخل برشا فلوس معناتها الحقيقة منوال كامل هو تعمل على منظومه بتاتر تبدلت برشا التخمام نتاع السائح الاجنبي تبدل زاده ما عادش يغزر اكثر للطابع الاول نتاع البلاد معناتها هذاك علاش يا سيدي بوسعيد مثلا من احسن لي ديستيناسيون يجيو السياح اللي احنا مش قاعدين نخدموا عليها مثل سيدي بوسعيد ما عندناش طابع معماري مثلا طبعا المعماري مهم ياسر معناتها كانوا برشا سياح يجيو مثلا يمشيو الحمامات خاطر ثم لي فيرجي في حمامات كانوا يتمشاو كانت رائحه الياسمين وكانت المناظر ومع الشواطئ ثم نوع لطف هي تونس عايش تسمى تونس هي تؤنس كان نوع من الجو العام الباهي ياسر لكن الدنيا تطورت واحنا ما تطورناش معاها. ولا محليها محليها جمله الدنيا تطورت والدنيا تقدمت واحنا ما زلنا غاديك ما تطورناش انا مثل حتى ابسط حاجه انه سيدي بوسعيد نورمالمون نتصور انك كان كل دوله عندها بلاصه كيما سيدي بوسعيد كيما معمار نتاع سيدي بوسعيد كيما بني سيدي بوسعيد راهي طايره 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 احنا باغ كونت خليه سامحني علاش ما نروجوش حتى للسياحه توا في سير الايامات علاش ما فماش ومضات سياحيه مثل تقوم بها وزاره السياحه تتعدى مثال على الوطنيه واحد وطنيه اثنين مثل ابسط حاجه هذايا حتى الومضات والاشهار تبدل راه توا اللي نشوفوا على ريزو سوسيو ما فماش لا العباد ولاو هكا اللي فواياجور سوليتير اللي هو يمشي لك البلاد كما تونس يمشي لاي بلاد اخرى ويوريك العباد كيفاش عايشه بالحق هذوك ولاو يتبعوا فيهم ياسر وهذوك ولاو يجيبوا زاده في برشا سياح منهم زاده ثم توانسه اللي هما بيدهم حتى صناع محتوى صناع محتوى هذوك ولاو ياسر يعملوا اشهار للبلدان وكنا نجموا هذوما زاده نستغلوهم شويه حتى في بلادنا. صدقني فما صناع محتوى في تونس يخدموا في خدمه يمكن وزاره السياحه ما تنجمش تخدمها به، بون مش موضوعنا احنا قوس وحليناه، اليوم باش نحكيو مع سي قيس كيفاش نكونوا شركات في تونس توا ماك تعرف اكيد برشا ناس مغرومه وتحب معناها تدخل استثمار وتدخل لعالم البزنس خلينا نقول انا والشركات لكن يبداو حايرين يقول لك زعما انا شنو هو اول مرحله كي نحب نكون مثال نحل شركه في بلادي شنو هو اول مرحله اكيد فما مراحل سي قيس والله ثم مراحل عديده هي لا محاله لازم نفرقوا بين حاجتين مهمين اول حاجه تكوين ثم اللي نسميه احنا الباتين ده الشركه الشخصيه ذات الشخص الواحد اللي هي ما هي شركه هي مؤسسه تقوم على تكوين معرف جبائي فقط ما غير ما يكون ثم عقد تأسيس للشركة ما غير ما حد شيء تمشي أنت يكون عندك عنوان العنوان هذاك بطبيعة لازم يكون صح معناتها ثم عقد كراء دوميسيلياسيون سميوها احنا زادة وتمشي بها لإدارة الأداءات وتعمل مطلب في تكوين معرف جبائي
تجم تقوم به بكل الخدمات وكل التجارة اللي تحب عليها بباتيندا أكهو، وهذه تتسمى مؤسسة قائمة الذات. المشكلة متاع سهلة هذه التواصل، معنى كي يبدي يحب يحل مثل أصعب حاجة فيها هي العنوان، لأنه العباد تتعب باش تلقى عنوان، خاطر لازمك تكري سهل وأسرت ما تمشي تعمل دوميسيلياسيون مثلا في دارك، كوم كوا شركة زادة موجودة في دوك تو ولات أصعب كي تبدا دوميسيلياسيون. الأقبال إدارة الأداءات ولات تنظر أكثر، خاطر تخاف ثم كونفيزيون كبيرة هوني بين الشخص الذاتي والخدمة نتاعو. هفوات معناها يعني لازم يكون الواحد محتاط ياسر في نوع المؤسسات هذوما، لأنه لازم أي فرانك يدخل للبنك راهو يعتبر كرقم معاملات. يعني تجيك إدارة الأداء تعمل لك مراقبة، الفلوس الموجودة عندك في البنك كل تعتبرهم رقم معاملات. يعني إذا يجي مثلا خوك ولي بوك يبعث لك فلوس يقول لك بربي عجبتني تلفزة مش بعيدة على دارك مش بعث لك اشريها لي، هذاك خطر كبير، لأنه إدارة الأداءات بعد تقول لك هذوما هذايا بعت انت حاجه هذايا منين؟ رسائل العباد تولي تجري وتاخذ وتعمل في ورقه مع الوالديها ومع هذا اللي بابا بعث لي فلوس، خويا بعث لي فلوس، ويصيروا برشا مشاكل. لذا حتى زاد كيف مثل ساعات حتى مثل حاجه تبيعها لبرا، مثل يبدا مثل عندك اصحابك ولا حاجه نقول احنا مثل تبيع له حاجه زاد يبعث لك فلوس مثل زاد هذا زاد هو يقلقوا عليه يقول لك من اين لك هذا زاد. كي تبدا عندك باتيندا نسميوها احنا الباتيندا، هذه شركات الشخص مؤسسه الشخص الواحد هي الباتيندا. تبدا عندك باتيندا ماذا بيك يبدا الحساب الجاري نتاعك مخصص، يبدا فيه تخصص للتجاره نتاعك والا الخدمات نتاعك، وماذا بيك تبعد على الفلوس اللي ما تعرفش منين وهاو بعث لي هاو فلوس هذوما استعملتهم الامور الشخصيه دونك جاتك فلوس ما يعرفوش منين، هذا كل بعد تعمل لك مشكل مع اداره الاداءات. يعني تكون منظم اكثر في معاملاتك البنكيه. به توا فما كيما سي قيس فما شركات ناشئه اللي قاعدين توا محققين نجاح كبير، توا اي شخص ينجم يعمل ستارت اب اليوم معناها، ولا فما مثال قواعد معينه ينجم يمر بها، شنو بالضبط؟ هو نوع ثاني انت جبت على الستارت اب، هو نوع ثاني من الشركات، هما شركات ذات المعنويه. يعني مش شخص واحد، شركه قائمه على عقد تاسيسي وعقد لي ستاتيو نسميوهم، وتجم تعملها انت بصفتك الشخصيه وحدك، تعمل عقد بينك وبين روحك. ممكن هذايا نتبعوا اللي يصير في العالم، ولات موجوده من اللي تبدلت مجله الشركات التجاريه، وتجم تعملها مع اشخاص اخرين ذوات معنويه ولذات طبيعيه، تتشاركوا باش تعملوا شركه، تنجم تكون شركه ذات مسؤوليه محدوده، هي احسن انواع الشركات واسهلها. وتنجم زاده تكون شركات نوع اخر، شركات خفيه الاسم. بالنسبه للشركات الكبار كي البنوك والتامين هذوك يعملوا لازمهم شركات خفيه الاسم، لانهم يجموا بعد يدخلوا في البورس، واحد فيهم حجم كبير ياسر. لكن اكثر من 90% من الشركات هي شركات ذات مسؤوليه محدوده، ذات الشخص الواحد أو أكثر من شخص واحد. هذوما بالطبيعة تنجم تختار أنت أول حاجة الاسم. ما عادش تنجم تختار اسم وتمشي تحل الشركة هكاكا. لا، لازمك تعمل اللي نسميوه احنا ريزرفاسيون دو نو. تمشي الصندوق تاع لي رينو تاع لو روجيستر ناسيونال دي زونتربريز، سجل المؤسسات. وتعمل ريزرفاسيون، تقول راني انا باش نسمي الشركه نتاعي. تحجز معناها عباد نحجز اسم، تعطيه ثلاثه اسامي، عندك حق في ثلاثه اسامي، هو يشوف الاسم هذاك موجود مش كان في تونس حتى في العالم. يعني انت ما تنجمش توا نعطيك اسم شركه عالميه ما اللي هو اديداس ولا حاجه، ما تنجمش تسمي انت الشركه نتاعك اديداس مثلا، لانه السجل المؤسسات مش يثبت اللي اسم الشركه موجود. قانونيا ممنوع معناها. ممنوع، اذا ما يلقاش الاسم هذايا يعطيك اتيستاسيون نتاع ريزرفاسيون دو نو. يبدا من هذاك تبدا ليزيتاب كل نتاع تكوين الشركات. بعد ما تعمل ريزرفاسيون دو نو هذايا تمشي، مهم ياسر والعباد ياسر ينساوها، يمشيو
المؤسسة نهوض بالصناعة والتجديد لابي، اللي هي وقت تبدأ عندك شركة صناعية واللي خدمات تعطيك أجريمون. الأجريمون مهم ياسر، هذايا باش تاخذ ليزافونتاج فيسكو بالامتيازات الجبائية وأي امتيازات ديوانية وأي نوع من الامتيازات لازم يكون عندك الأجريمون هذايا نتاع الانفستيسمون، شهادة الاستثمار من عند لابي. دونك عندنا توا ريزرفاسيون دو نون وشهادة الاستثمار، وبيان سور بعد تعمل عقد التأسيس نتاعك وتعمل نسخة بطاقة التعريف وتمشي تقدم الأوراق نتاعك كل هذوما. تنجم تعملهم حتى في لابي، أسهل لك. لابي عنده مخاطب وحيد، معناتها هو يولي يدور على الإدارات في بقعتك أنت. سي بيان. أي، ويربحك في برشا وقت، ويعمل لك هو تكوين شركة، هو يدور على الإدارات الموجودين في المؤسسة هذه في لابي، ويعطيك بعد نهارين ثلاثة تاخذ الشركة نتاعك تكون متصورة. سي بيان، سي بيان. دونك أول مرة نحسوا نقوى خدمات معناها باهية، باهية في بلادنا كوميم. سي بيان. دونك باهية سي قيس، ماك تعرف احنا باش نحلوا مثل ستارت اب ولا حتى باتين حتى حماس صغير كل شيء يلزمنا شوية فلوس. دونك باش نحكيو شوية توا بالطبيعة باش نحكيو على القروض. اليوم فما شكون يقول لك نجم حتى ياخذ قرض من سي ان اس اس، يظهر حاجة هكا. قرض من سي ان اس اس واللي من سي ان ار بي اس جدد، هي هو مش جدد، هما موجودين من قبل لكن ثم تسهيلات اكثر ومبالغ اعلى. تحيين معناها؟ تحيين. صار فيها كوميونيكاسيون كبيره، اتصال كبير من طرف وكاله النهوض، من طرف سامحني سي ان اس اس وسي ان ار بي اس. ثم ثلاثه انواع من القروض. القرض الاول هو قرض شخصي يوصل 25000 دينار ونسبه الفائض عليه 8.25%، يخلص على ثلاثه سنوات. بالطبيعه 25 مليون هو الحد الاعلى للقرض، الحد الاقصى معناها هذا 25 مليون. تجم اقل لكن اكثر لا، كي يبدا قرض شخصي. وثم قرض لشراء سياره، القرض هذا يوصل 50000 دينار والنسبة عليه 10% على خمسة سنوات تسديد نتاعو. بالطبيعة زادة كيف كيف من طرف سي ان اس اس ولا سي ان بي اس. وآخر نوع من القروض هو القرض السكني اللي يخلص على 20 سنة والنسبة نتاعو الحقيقة نسبة مهمة ياسر، اللي 6.75%. قداش نسبة الفائض معناها؟ 6.75% واللي هي النسبة أقل برشا من النسبة المعمول بها في السوق المالية. والحقيقة أنا ظهرت لي غريبة شوية، لأنه مين ياخذوا هذه قرض السكن زاد من سي ان اس اس؟ كيف كيف كل من سي ان اس اس. شكون سي قيس ينجم يتمتع بالأنواع القروض هذيا؟ الشروط اللي انت تكون مسجل بالسي ان اس اس على الاقل منذ 3 سنوات. بالطبيعه لازم يكون الامور نتاعك مع السي ان اس اس خالصه، يعني المؤجر نتاعك مخلص عليك وصاب عليك كل شيء. بالطبيعه زاده لازم ما تفوتش في الخلاص 40% من مبلغ الراتب نتاعك. يعني اللي عنده قروض قديمه صعيبه شويه، لانه بعد ما يقصوا لك لازم ديما يقعد لك 40% من الراتب نتاعك تاخذه بعد ما تخلص القرض. شكرا لك سي قيس الفقيه، خبير ومحاسب، على كل هذه المعلومات. انا نفرح برشا كي راك وتعطيني برشا معلومات تهم، خاصه تهم والله صح عليهم اللي يخدموا في الوظيفه العموميه، قاعدين يتمتعوا في بعديد الامتيازات في بلادنا تونس. هذاك علاش انا بالعكس ننصحكم، راه لازمكم تاخذوا صباحا مساء ويوم الاحد. فما شكون يقول لك حتى نحبوا نرتاحوا جمعه وسبت وحد، علاش علاش؟ لازمكم تاخذوا صباحا مساء، لازمكم الابتسامه العريضه اللي تستقبلوا بها اللي المواطنين اللي جايين مثال باش يقضيوا خدماتهم، على خاطر بالحق الدوله تحبكم، تحبكم برشا برشا برشا. ما نحبش نحكي على القطاع الخاص، فوالا. دونك شكرا لك سي قيس، احنا مازلنا مواصلين معكم في نهارك زين شويه اخر باش نحكي وكيف نستمد الفيتامينات من منين، كيفاش مريم؟ فيتامين دي، فيتامين دي، الشموس، الشموس اختكم الماكل، اخرج الصباح تشمس سبعتي وتشمس العشيه سبعتي وحط الباقي كل في شويه اخر في نهارك زين. مرحبا.